والحمد لله أقوم الليل، لكنني أقوم ليلة وأترك ليلة أو 3 ليالي، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا، ولا أواصل القيام كما ينبغي؟ قيام الليل مستحب وليس بواجب، يجوز للإنسان أن يترك قيام الليل، ويجوز أن يصلي بعض الليالي ويترك البعض، ولكن مواصلة العمل الصالح والمداومة عليه أفضل. وإن قل قيام الليل فينبغي المداومة والمحافظة على قيام الليل، وإن قل ذلك هذا هو الأفضل والأكمل. وأما الوجوب فليس بواجب، لا يجب على الإنسان إلا الصلوات الخمسة. جزاكم الله خيرا.